نموذج مصري مشرف من تلك النماذج التي تفخر بها مصر وتثبت من خلالها أنها ستظل نبعا للموهوبين في كل مجال. إنها نوسة، الفتاة المصرية التي تحدت بشجاعة جميع العوائق التي اعترضت طريقها وأثبتت للجميع أن الإعاقة ليست في الجسد وإنما هي في الإرادة، حتى فازت بالمركز الأول في رفع الأثقال لوزن 41 كيلوغراما وعادت لوطنها بكأس العالم البارالمبي. نوسة وصلت إلى العالمية، فقد تحولت إلى بطلة تعتلي منصة التتويج أمام العالم، وعلى صدرها الميدالية الذهبية في بطولة العالم لرفع الأثقال التي أقيمت في المكسيك الشهر الماضي. إيناس الجبالي ابنة دمياط التي تحدت إعاقتها وظلت تحطم أرقامها القديمة لتفوز بلقب جديد، حتى استطاعت أن تحقق إنجازاً آخر بالحصول على المركز الأول في وزن 41 كيلوغرام بكأس العالم البارولمبية. أول بنت أصلاً من الأقزام تتأهل لأولمبياد باريس، أول بنت في تاريخ اللعبة أصلاً تتأهل لأولمبياد، وإن شاء الله هكون أول بنت في تجيب ميدالية أولمبية. إن شاء الله ده حلم أصلاً أنا كنت بحلم بيه، وخلاص هي بدأ ما عادش إلا 40 يوم على الأولمبياد، وحلمي دلوقتي إن أنا أسجل في التاريخ وأجيب ميدالية. وهي المنافسة صعبة، أنا بنافس الصين ونيجيريا، بنافس أكبر دول في العالم في اللعبة، عمالقة اللعب، بس ما فيش حاجة اسمها مستحيل. لم تكن تتوقع يوما أنها ستصبح حديث العالم، ولكن وخلال الخمس سنوات الماضية تغير الحال وأصبحت أيقونة النجاح والإرادة والعزيمة. الحمد لله عندنا بطلة العالم كابتن إيناس الجبالي، أول من دربته وهي السبب الرئيسي والدعم الرئيسي في تكوين الفريق ده، والحمد لله فضل من ربنا دلوقتي وصلت العالمية، لعبت واحدة أفريقيا برونزية واثنين فضية عالم وواحدة ذهبية عالم، ده آخر حاجة في المكسيك. القصة بدأت منذ عدة سنوات عندما اكتشفت إيناس نفسها وحاولت كثيرا تقديم شيء مهم، واحتضنتها مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي قدمها لذوي الهمم لتساعدهم جميعا في إعادة اكتشاف أنفسهم مجددا، وكانت قادرون باختلاف تذكرة عبور إيناس ومسيلاتها من التهميش إلى بؤرة الضوء والاهتمام، حيث التحقت البطلة العالمية بنادي مركز كفر سعد بمحافظة دمياط لذوي الهمم. بنمل للأولمبياد 28 ان احنا نتأهل انا والمجموعة اللي معايا، وطبعا بنتمنى التوفيق طبعا للكابتن إيناس الجبالي في الأولمبياد اللي جاية، وإن شاء الله تعمل ميدالية أولمبية بإذن الله. وعادت إيناس إلى وطنها وأهلها وأصدقائها بميدالية العزة والإصرار، وعاد معها الأمل للملايين من ذوي الهمم ليؤمنوا بأنه لا مكان لليأس أو الخوف من المجهول في حياتهم مهما بلغت الصعاب.